وزارة الداخلية الآن في أفضل عملية ضبط في تاريخ تأسيس حدود الدولة العراقية. قطعنا شوط ومشوار كبير جدا في تأمين الحدود العراقية. الحدود العراقية 3719 كيلو موزعة على 6 دول. كل هذه الستة الدول والعمل مع هذه الدول هو في استمرار في عملية تأمين الحدود. قبل أن تسلم هذه الوزارة كان فقط 200 كاميرا حرارية على الحدود، الآن نقترب من 1000 كاميرا حرارية على الحدود. حدودنا مع الجارة سوريا هي الأقوى والأكثر. راح تقولوا ليش هي الأقوى والأكثر؟ بحكم عدم الاستقرار الموجود في جزء من الجانب السوري، لذلك كان إحكامنا على الحدود إحكام عالي. الجدار الكونكريتي مستمر باتجاه جبل سنجار، إضافة إلى حدودنا مع الجارة إيران اللي هي 1493 كيلو. العمليات مستمرة في تأمين الحدود. هناك جدار كونكريتي وخندق شقي وعارض منفاخي وقطعات حدود، 6 فرق تؤمن الحدود العراقية بالوقت الحاضر. الفرقة الأولى في أربيل، والثانية في الأنبار، والثالثة في الكوت، والرابعة في البصرة، والخامسة في النجف، والسادسة في سنجار، إضافة إلى لواء مغاوير يؤمن عملية تأمين الحدود العراقية. لذلك نقول أن عملية ضبط الحدود عالية جدا في الوقت الحاضر، ولم يسبق للحدود العراقية أن كانت مؤمنة بهذه الطريقة.